لماذا أخفى عنا الله موعد الموت؟ يعني هذا أمر أخفاه الله عن كل الكائنات، حتى الملائكة المقربون لا يعلمون متى يموت الإنسان، لكل أجل كتاب. فموعد الموت أخفاه الله عنا لمصلحتنا، لأن الله يحبنا، لأن الله يريد لنا الخير. تصور أن إنسانا حكم عليه بالإعدام وهو الموت، مثلا حكم عليه بهذا الحكم مثلا بعد 20 سنة، سيبقى في حالة ألم وعذاب وقلق، وقد يموت من الخوف قبل أن يأتي موعد تنفيذ الحكم، لأن طبيعة الإنسان وفطرة الإنسان وغريزة الإنسان أنه يحب الحياة ويحب المجهول، ولا يحب أن يعرف موعد موته. لذلك تجد أن بعض الناس عمره 70 80 سنة، 90 سنة، 100 سنة، ولا زال لديه أمل أن يعيش أكثر وأكثر وأكثر. من هنا أيها الأحبة تتجلى رحمة الله سبحانه وتعالى أنه أخفى موعد الموت عنا. القضية الثانية أحبتي في الله، أنت إذا علمت موعد موتك ستعلم موعد موت ابنك وابنتك وأبيك وأمك. هو إذا كشف لك الله الغطاء وأعطانا علم الغيب وأصبح عبارة عن تواريخ أرقام، سيصبح دماغك مشوشا ولن تنعم بالحياة، وستختلف حركة الحياة تماما. يعني إنسان علم أنه غدا سيموت في حادث، ماذا عساه أن يفعل وتأكد من ذلك؟ لن يفعل أي شيء، سيصبح حزينا. حتى إذا كان يريد أن يعبد الله لن يتلذذ بهذه العبادة، لأنه يعني سيقول لماذا فلان يعيش أكثر مني وأنا أقل، سيكون الوضع مربكا جدا للبشر. لذلك من رحمة الله سبحانه وتعالى أنه أخفى عنا موعد الموت، مع العلم أنه ينبغي علينا أن نعتقد أن الموت مقدر على الإنسان في اللحظة والثانية. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله. يعني بعض الناس يظن أنك أنت من تحدد عمرك، تطيل هذا العمر أو تقصره بشروط معينة، من خلال ممارسة تمارين رياضية، نظام غذائي، علاج متطور إلى آخره، ولكن هذا لن يغني من الله شيئا. لماذا أيها الأحبة؟ لأن الله عز وجل عندما يكتب لك الموت في لحظة معينة يكتب لك أسباب الموت معه. إذا كتب الله لك طول العمر، هذا الكتاب مكتوب فيه أيضا الأسباب التي ستسلكها لتؤدي إلى طول عمرك. وإذا كتب الله لك أن تموت مثلا في حادث أو في غرق أو كذا أو أي شيء، يعني أو نوبة قلبية، نوبة دماغية مفاجئة، أيضا ستجد أنك تسلك الأسباب التي تؤدي إلى ذلك. على الرغم من ذلك هناك حالات كثيرة للموت ليس لها أي سبب، مثل النوبة القلبية المفاجئة التي تأتي للشباب، يسمى موت الفجأة. حتى في الولايات المتحدة الأمريكية على الرغم من التطور التقني والطبي هناك، الموت المفاجئ ليس له علاج حتى الآن. يعني إنسان قد تجد أن لديه هموم معينة، ينام ولا يستيقظ، ونحن نرى ذلك من حولنا، شاب يموت فجأة. إذن هذا يدل على أن الموت مقدر. الله تعالى يقول نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين. الله عز وجل جعل لكل أجل كتاب،
لكل أجل كتاب. هذا الكتاب مكتوب فيه أخي الحبيب تفاصيل حياتك، فلا تتعب نفسك، أنت فقط توكل على الله وأسلك الطريق الذي يؤدي بك إلى مرضاة الله وإلى جنة الله سبحانه وتعالى ويبعدك عن النار، وأحرص أن تكون من الفائزين. هذا هو حال المؤمن، بينما الذي يعتقد أن الموت بيد الظروف المحيطة سيعيش حياة تعيسة، إذا مات له قريب في حادث سيبقى نادما طوال عمره ويقرع نفسه ويلوم نفسه ويلوم الآخرين ويلوم من تسبب بالحادث ويلوم الشخص الذي مات، لماذا خرج في هذا الوقت. ستجد أخي الحبيب أن الإنسان لو علم الغيب لأصبحت حياته مستحيلة. لذلك الغيب اختص الله به نفسه سبحانه وتعالى، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. يعني متى يطلع الله على شيء من الغيب عبدا من عباده؟ إذا كان هناك مصلحة. يعني مثلا الله عز وجل أطلع حبيبا عليه الصلاة والسلام على علامات الساعة التي نراها اليوم، يكثر الكذب، يكثر القتل، الحروب، إلى آخره، العلامات التي نعرفها هذه الله أطلعه عليها ليحذرنا لمصلحتنا، إذا رأينا هذه العلامات نعلم أن الساعة قريبة. ملخص هذا اللقاء أيها الأحبة، الله سبحانه وتعالى كل ما أخفاه عنا فيه خير لنا، وكل ما أخبرنا به فيه خير لنا، إذن هو يريد لنا الخير سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، إنه سميع عليم مجيب. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.